دكتور أنا مقاول، لم أسمع السؤال، الصوت انقطع. نعم، كنا نقرأ أخبار عاجلة بخصوص اللقاءات بين الأمريكان والإسرائيليين، والحديث أنه بلينكين يطالب بأن يكون الرد ليس بذلك الحدة. كيف تتوقع أنت هذا الرد؟ تفضل. لا تصدق ما صرح به هؤلاء، لا تصدق. شوف أخي، الاتفاق تم والاستعداد لمواجهة الرد الإيراني المتوقع تم، وكافة الإجراءات يعني تم اتخاذها. ضرب إيران قادم لا محالة باتفاق أمريكي صهيوني. المسألة اتفقت على حجم الرد. يظنون أن إيران ربما تبتلع هذا الرد أو تقبل به وتكتفي، وأنا أقول هذا سيمس الهيبة الإيرانية والردع الإيراني. إنما ضرب والرد على إيران هو قادم لا محالة، وبغض النظر عن الانتخابات الأمريكية، لأن الدولة العميقة الأمريكية بجمهوريها وديمقراطيها متفقين على بقاء الردع الأمريكي بالسيف الإسرائيلي في هذه المنطقة.